بداية دكتور نعرف السلس البولي. السلس البولي هو عدم التحكم الكامل في البول، بالتالي يؤدي إلى هروب بعض القطرات البول من المثانة، مما يؤدي إلى تأثيرها هذا على بعض الأنشطة الاجتماعية عند النساء، لأنه كل ما تتعرض خاصة للنساء معرضين أكثر، كل ما تمارس حياتها اليومية عن طريق إجراء بعض التمارين الرياضية أو عند السعال أو عند بعض الأعمال البيتية راح يؤدي إلى سلس البول، وبالتالي هروب بعض القطرات وتبليل الملابس الداخلية بالبول، وهذا يؤدي إلى عدم ارتياح الإنسان وخاصة المرأة اللي تكون معرضة أكثر من غيرها للسلس البولي. ما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى السلس البولي؟ إذا قسمنا سلس البولي ما يسمى بالعربي سلس البولي الحاحي، والآخر سلس البولي الإجهادي. طبعاً الإجهادي هو سلس البول الذي يكون مصاحبة أي إجهاد من خلال التمارين الرياضية أو السعال أو العطاس، هذا يسمى السلس البولي الإجهادي، وبالتالي راح يؤدي إلى زيادة بعض ضغط الدم عند خاصة يكون النساء معرضة إلى، ويؤدي إلى سلس البولي. الأسباب لهذا النوع من السلس البولي هي أسباب تتعلق ببعض العوامل التشريحية عند المرأة، باعتبار أن المثانة وخاصة الأحليل عند المثانة يكون قصير حوالي 4 سنتيمتر، وبالتالي أي سعال أي عطاس راح يؤدي إلى نزول هذه المثانة، وبالتالي راح يؤدي إلى سلس البولي، وخاصة المرأة تكون معرضة أكثر لسلس البولي بسبب الولادات تؤدي إلى ضعف في عضلات الحوض، وبالتالي مساندتها للمثانة تكون جدا قليلة. نحكي عن طرق العلاج. طرق العلاج يمكن نتكلم في البداية عن طرق الوقاية. بلا شك التمارين لعضلات الحوض، التمارين المستمرة والمتكررة خاصة عند النساء اللي عندهم ولادات متكررة هي جدا ضرورية. عفوا دكتور، ولادات طبيعية يعني؟ نعم، ولادات طبيعية، وهذه الولادات طبيعية بسبب نزول الرأس للبيبي بالحوض، وخاصة الولادات المتعسرة راح يؤدي إلى ضعف في هذه العضلات، وبالتالي بداية التمارين الرياضية خاصة لعضلات الحوض راح يؤدي إلى عدم الوصول إلى السلس البولي. أما إذا صارت بلا شك الطرق العلاجية أيضا نبدأ بالتمارين الرياضية المكثفة، لكن هذه التمارين الرياضية يجب أن تبدأ في المراحل الأولية لحدوث السلس البولي، وبالتالي إذا حدثت بعدين ما راح تكون مؤثرة. الطرق الأخرى، هناك طريقة حديثة هي وضع الشريط، وهذا الشريط يوضع في منطقة المهبل لمساندة المثانة أو الأحليل، هذه الطريقة جدا بسيطة وتستفيد فيها كثير من النساء، عملية ما يقارب 30 دقيقة فقط، تجريها في الصباح في المساء، ممكن تروح للبيت تمارس كل فعالياتها البيتية بصورة طبيعية وتستفيد من عتها مباشرة، يعني مجرد خروجها من المستشفى راح تحس تماما أنه هذا السلس البولي هو مشافة تماما. فهذه ما يسمى عملية شريط المهبل أو شريط المثانة، عملية جدا موصى فيها وكثير من النساء استفادوا من أثرها صراحة.